السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم. نتمنىكم تكونوا جميعا بألف خير وعواشركم مبروكة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم التقلية بطريقتي، فكتجي رائعة ولذيذة بزاف بزاف وسهلة التحضير. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. اذا بقاو مع المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات فغادي نحتاجو اكيد التقلية، الدوارة، كل وكيفاش كيسميها، انا غادي نوريكم شنو كناخد فيها. غادي نحتاجو الحامض المصير، عندي هنا وحدة كاملة، وكذلك الزيتون، ديروا الزيتون اللي بغيتو، الخضر ولا الاحمر. انا كيعجبني هذا الخضر هكذا اللي كان كيكون طبيعي ديال الدار، هنا محيدين له العظم. بالنسبه للتوابل فغادي نحتاجو شويه الكمون، سكينجبير، الخرقوم البلدي، التحميره، الملح حسب الذوق وحسب الكميه اللي عندكم ديال التقليه. وكذلك غادي نحتاجو واحد رشيشه البزار، الثومه كيف كتشوفوا فكنديرها بكميه كبيره، كثر الثومه، واحد جوج مطيشات محكوكين ولا مطحونين، وزيت الزيتون والقزبر ومعدنوس حتى هو كنكثروا شويه، تقريبا واحد جوج معالق كبار حتى لثلاثه. هنا عندي الهريسه كيف كتشوفوا، يعني الهريسه نتوما ودوقكم في الحار، فالهريسه كتوازن بزاف بزاف مع التقليه. اللي عنده دراري صغار وما كيبغيوش يعني ما يكثرش، يدير غير واحد شويه. اذا اول شيء غادي ناخذوا الكرشه ديالنا فكننظفوها مزيان مزيان، كنطفوها هكذا من جويه بجوج، كنطفوها وكنقطعوها الى قطع. اذا من بعد عندي هنا هاد الحنجره ولا قرجوطه ولا كلها كيفاش كنسميها، كتجي زوينه في التقليه. كذلك عندي الريه حتى هي كنقطعها القطع، والشحمه، واحد شويه الشحيمه، الشحمه ما كنكثرهاش باش كتجي صحيه ولذيذه، يعني كتجي ديك المرقه ماشي كلها زيوت، كتجي خاثره وزويونه. ها انتما كتشوفوا. اذا اول خطوه فغادي ناخذ واحد الطنجره ولا انا المهم غادي نديرها في كوكوط باش ما تاخذش وقت طويل، وغتشوفوا معايا المده الاجماليه اللي طيبناها فيها. اذا فغادي نعملها في واحد الكوكوط ونعمر عليها الماء، ماشي بزاف يعني، غير نغطي عليها شويه الماء ونحطها فوق النار حتى كتصفر الكوكوط، كنخليها تقريبا بين 5 دقائق و10 حتى كتسلق ليا واحد شويه، يعني كتحيد من هذيك الزفوره وكتسرح حتى الطبخ ديالها كتجي ألذ ملي كدوز هكذا واحد شويه في الكوكوط. صافي انا حيدتها دابا فكنسلقها عفوا كنصفيها. من بعد غادي نعاود نرجعها للكوكوط مره اخرى وغنضيف ليها جميع المكونات اللي عندي مره واحده. غنخلي فقط الزيتون هو اللي غنخليه حتى تطيب، يعني باش يبقى قابض في راسو ما يطيبش لنا بزاف. صافي هانتوما كيف كتشوفوا، فغنفرغ عليها التوابل وغادي ندير القزبر ومعدنوس، الثومه، الحامض، كذلك الهريسه. وبالنسبه للزيت فغادي ندير تقريبا واحد جوج معالق كبار حتى لثلاثه، ما كنكثرش، ديروا الزيت اللي بغيتو، هي زيت الزيتون افضل كتجيبها زوينه. واذا ما عندكمش ممكن ديروا الزيت النباتيه ولا ديروا خليط بيناتهم بجوج. صافي وكنحطها فوق النار. ها انتما الثومه بحال هكذا غادي تعصروها ولا تحكوها اللي بغيتو. صافي كنحط كل شيء فوق النار وكنخليها تشحر مزيان مزيان حتى كتشحر مزيان، وكندمج العناصر كامله. ديك الساعه غادي ندير شويه د الماء، غنغطي عليها بشويه د الماء باش تضمنوا ان ما غادي تحرق لكم ما حتى شي حاجه، وكتسدوا وديروا الصفاره وتخليوها فوق النار عاديه، نار متوسطه، كتخليوها تقريبا واحد 40 دقيقه. انتما غتشوفوا الكميه ديال الماء اللي غادي ندير، تخليوها تقريبا واحد 40 دقيقه. ومن بعد مرور 40 دقيقه غادي نحلوا الكوكوط ديالنا، فغادي نلقاو ان التقليه طابت مزيان، واخا باقي فيها شي شويه الماء. هذاك الماء انا غادي ندير دابا الزيتون، ندير الزيتون يطيب معاها، نخليها واحد شويه. صافي يعني في المرحله الاخيره غتحيدوا الغطاء، يعني من بعد ما نلقاوها طايبه نحيدوا الغطاء باش نخليو ان هذيك الصلصه تجمع لينا وتنشف لينا شي شويه وتولي بالقياس اللي بغيتو. يعني كي اللي كيبغي المريقه خاتره ما فيهاش يعني المرقه بزاف، كي اللي كيبغي لاصوص كثر اللي بغيتو. فانتوما غتشوفوا شحال غنخلي فيها انا، انا غير كنحيد الغطاء وكنخليها تنشف، يعني فاش كنحصل على داك الكميه ديال لاصوص اللي بغيت فكنطفي النار. صافي وهي من بعد ما طفيت عليها النار تقريبا خدات لي في كلها في الطبخ ديالها واحد 45 حتى 50 دقيقه.